السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة موغادور للرقي والمعرفة الأوفياء، أهلا بكم. بعد النجاح الذي حققه الشريط الأول والذي كان معنونا النجاح في مباراة التعليم أو كل ما ستحتاجه لاستعداد لمباراة التعليم، حيث تطرقنا فيه لمنهجية الاستعداد لمباراة التعليم وقمنا بتعريف معنى الديداكتيك، وقدمت لكم بعض النصائح لتتقيدوا بها وبعض الأخطاء لتتفادوها. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم شريط جديد لا يقل أهمية عن سابقه، حيث سوف نتطرق لديداكتيك اللغة الفرنسية. إذن موضوع الكل يبحث عنه، ديداكتيك اللغة الفرنسية، وسنتناوله بطريقة عملية، حيث سوف نقوم بالإجابة عن امتحان مباراة التعليم للسنة الماضية. إذن غادي نشوفوا الأسئلة اللي كيتطرحوا وغادي نحاول نجاوبوا عليهم، وغادي نعطيكم المنهجية بس تستعدوا بس كيفاش غتجاوبوا على الأسئلة بالنسبة لديداكتيك اللغة الفرنسية. إذن تابعوا الشريط باهتمام، ومن الأحسن تأخذوا قلم ومذكرة وتقومون بتدوين وتسجيل الأشياء المهمة اللي غادي نكون سوف أشير إليها. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب حتى يصلكم كل جديد، وباشتراككم وتفعيل جرس الإعجاب إن شاء الله سوف نوافيكم دائما بالجديد. على بركة الله. إذن كما قلنا، اليوم سوف نرى ديداكتيك اللغة الفرنسية وسنراها بطريقة عملية. أمامكم امتحان مباراة التعليم، مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية بالنسبة لتعليم الابتدائي تخصص مجتواز. هذا امتحان ديال دورات نوفمبر 2020، يعني السنة الفارطة ذاك العام. وهذه مادة اللغة الفرنسية. كما كتلاحظوا بأن مادة اللغة الفرنسية كتنقسم إلى جزئين، أي فيها لا بارتي الأولى، بروميير بارتي دو ليبروف، مخصصة غادي يختبروكم في المعارف ديالكم في اللغة الفرنسية، يعني المعارف ديالكم. غادي تلقاو واحد النص كما كتشوفوه، خصكم تقراوه، خصكم تقراوه، وغادي هاد النص غادي يكون عليه أسئلة، هادشي اللي كيتسمى كومبريونسيون دو ليكري. قراو نص وغادي يكونوا على اسئله الفهم، عليه 15 نقطه كما كتشوف. اذا خص المترشح يكون ملم باللغه الفرنسيه، يكون عنده واحد الفوكابولير، ويقرا ويدي شيفري لي مو، يعرف المعنى على الاقل 50% يكون عارفها باش انه يكمل المعنى. وغادي يطرحوا عليه اسئله، كيلي لو تيب دو سو تيكست، يعني ما هو نوعيه هذا النص، نغاتيف والسردي وصفي حجاجي ولا وصفي ولا بريسكريبتيف، ولا كيعطي كيما قيم، كيعطي احكام بريسكريبتيف، كيعطي احكام جاهزه بريسكريبتيف. هنا اكيل شون ديسيبلينير لو تيكست رونبواتيل لاسترونومي، يعني هنا مجال باش كيهضر لاسترونومي، لا جيوغرافي، لا ميدسين، ليكونومي، لاسترونومي علم النجوم. اذا هنا اسئله، مجموعه من الاسئله خصكم تكونوا تقراوها، والاسئله هي عباره عن كو سي ام، يعني سؤال خصك كيعطوك اجابات متعدده، تختار اجابه واحده. اذا غادي يختبروكم في كومبريونسيون دو لوكري، اونسويت غادي يختبروكم في لا لونغ 7.5. ملي كنقول لا لونغ كتجمع لا كونزيغيزون، لا غرامير، لو ليكسيك. اذا غادي يختبروكم اسئله، غادي يكونوا خصكم تراجعوا على الدروس. ايضا غادي يختبروكم في لا برودكسيون دو ليكري، برودكسيون دو ليكري. اذا غادي يعني اشياء خصكم تكونوا راجعتوها في المعارف. وكما سبق لي ان قلت لكم، ما كاين كما سبق لكم، راه ما كاينش وصفه سحريه، ما كاينش وصفه سحريه، خصكم تراجعوا تكونوا راسكم. كيفاش؟ غادي نقول لكم كيفاش، دروك غنقول لكم كيفاش. وحتى اكون صريحا معكم بالنسبه لا بروميير بارتي اللي شفناها دابا،
اللي كتستهدف انها تختبر المعرف ديالكم بالنسبه لا كومبريونسيون دو ليكري اي لا لانغ ملي كنقولوا لا لانغ لا كونجيغيزون لا غرامير لو ليكسيك انسي دي سويت اي لا برودكسيون اكريت بالنسبه لهاد لا بارتي ما عند تحد تحد ما غاديش يفيدكم فيها سواء قلبتوا في اليوتيوب سواء قلبتوا في المغرب لان هذه كتستهدف المعارف ديالكم يعني نتوما اللي خصكم تكونوا راسكم في الفرنسيه بالمراجعه والنصيحه الغاليه اللي غنقدم لكم بالنسبه للناس اللي المستوى ديالهم متوسط بمعنى ضعاف في الفرنسيه وبغاو يستعدوا للغه بغاو يستعدوا للامتحان ديال مباراه التعليم انصحهم بكتاب التلميذ اذا لانه ما بقاش بزاف مباراه التعليم غادي يبداو بكتاب التلميذ سواء تعلق الامر بكتاب التلميذ للسنه السادسه ويستعنوا حتى بكتاب التلميذ بالنسبه للسنه الخامسه وغادي يبداو علاش كتاب التلميذ لان كتاب التلميذ غادي يلقاو نصوص بالنسبه لهنا لا ديكتور نصوص ويستخدموا لو ديكسيونير المعجم وغادي يلقاو اسئله الفهم وغادي اون ميم طون غادي يستهدفوا لا برودكسيون انكريت كلشي فيه يكفي انهم يضبطوا الكتاب يبداو من الاول ويتمشاو ويبقاو بداو يراجعوا غادي تحسن المستوى ديالهم في اللغه الفرنسيه اذا ف ما كاينش شي خطه سحريه بالنسبه لا بروميير بارتي اذا خصكم انكم تقراو وكتاب ديال السادس راه شي حاجه بسيطه انكم تقراوها وتستعنوا بالمعجم وانا ذاك الا استعصى عليكم شي حاجه بغيتو تكونوا فيها تمشيو تستعملوا الانترنت ولكن خصكم تضبطوا هذا الكتاب بالنسبه للمعارف ديالكم باش انكم تستطيعوا انكم تفهموا لي كيستيون وتفهموا المعارف وتفهموا لا كومبريونسيون تفهموا داكشي اللي كيتطرح هذا من جديد الان ننتقل الى الشق ديال الديداكتيك اذا غادي ننتقلوا للشق الديداكتيك نشوفوا الاسئله ديال الديداكتيك اذا استنا لا بروميير بارتي دابا غادي نمروا لا دوزيام بارتي اللي متعلقه بالديداكتيك اذا غادي ننتقلوا لا دوزيام بارتي دو ليبروف اذا هذه الفقره الثانيه من امتحان المباراه التعليم هو اللي متعلق بالديداكتيك ديال الفرنسيه هذا هو المهم حتى هو عليه 15 بوان هذه هي الديداكتيك اذا غادي نحاولوا نقراو التمرين ونجاوبوا على الاسئله ونشرحوا الاسئله وغنشرح لكم كيفاش غادي تجاوبوا ومنين غادي تراجعوا دونك غادي نقراو اون 4ème année de l'enseignement primaire l'étude du présent de l'impératif du verbe usiel du troisième groupe est programmé en conjuguant dans les semaines 3 et 4 de la 5ème unité intitulée la forêt. ما معنى هذا الكلام؟ إذن en 4ème année, إذن السنة الرابعة كما كنقولوا الرابعة ابتدائي l'étude كاين واحد الدرس سميتو le présent de l'impératif des verbes usiels du troisième groupe. هذا هو الدرس le présent de l'impératif. Là, on a dit chauffe l'impératif, le présent dialogue. L'impératif, le présent dialogue. Des verbes usuels. Et il y a fait, il y a des termes bizaf. Et on dit, il y a une mouette talita. Il y a le premier groupe et le deuxième groupe et le troisième groupe. Les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe et le troisième groupe. Et les verbes du troisième groupe. Rakin, dès le wahd le vidéo, il y a un canal. Il y a un canal. Rakin, best for fait. لأن الأفعال الفرنسية مقسمين أفعال المجموعة الأولى أفعال المجموعة الثانية أفعال المجموعة الثالثة دونك اليوم الدرس هذا اللي كاين في الرابع هو لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب اوجيال دو تروازيام غروب إذا فهاد الدرس مبرمز في لا كونجيكيزون إذا مكون لا كونجيكيزون دون لا سومين كاين في لا سومين الدرس غادي يدار في لا سومين في الأسبوع الثالث والرابع من الوحدة الخامسة الوحدة الخامسة سميتها لا فوغي لأن كل وحدة والموضوع ديالها يعني الغابة هذا هو الدرس اللي غادي تقريوه هذا الدرس لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب اوجيال دو تخوازيام غروب غاتقريوه في الأسبوع الثالث وفي الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة عطاوكم واحد السند ها هو فواسي ان سيبور بروبوزي بور لوتود دو سو في دو لونغ هذا هو السند عطاوه لكم باش تقريوه من هذا السند خصكم تقراو منو غادي تخرجوا وغادي تقريو لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب اوجيال دو 3ème غروب بقى
قراو السند منال و كمال se promènent dans la forêt avec leurs parents. Les deux enfants veulent cueillir, les deux enfants veulent cueillir des fleurs. Allez-y, mes enfants, dit la maman. Faites attention, ajoute le papa. D'accord, disent les deux enfants. Dans le sénat, a dit qu'il m'a dit tout. Wadaïa, a dit Nistamluha. Nistamluha, parce que tel ami de Tilmidat, a dit Kareum. Le présent de l'impératif des verbes usuels du troisième groupe. L'adhan, mfoum. À partir du support, suspensionné, élaborer une fiche pédagogique pour cette activité de conjugaison selon les consignes suivantes. L'adhan, radin, élaborer, radin, hnaya, radin, gaddou, la fiche pédagogique. Madame, c'est la fiche pédagogique, judada. Au bout d'un cas, radin, gaddouha, l'had d'estiel, la conjugaison. D'estiel, le présent de l'impératif du verbe usuel du troisième groupe. Selon les consignes suivantes, on dit t'b'ou l'as'ila, ma dit t'saïba à l'ahouak, ra dit t'saïba à l'ahsab, l'as'ila de gaitre al-houalik. Ce al-aoul, définissez l'objet d'apprentissage visé. Et d'un définissez, ra dit t'arraf, l'hadaf ta'loumi, la mourad m'had d'ers. Et d'un khaskoum, n'in ra dit t'arraj'ou. سنوريكم انا في هذا الشريط غنوريكم منين غادي كيفاش غتبقى تعرف تصيب الهدف التعلمي لكل درس وهذه هي علاش قلت لكم خصكم تراجعوا من كتاب التلميذ لان من كتاب التلميذ غادي تعرفوا تصيبوا الاهداف التعلميه غادي نوريكم انطلاقا من اذا لاحظوا معايا هنايا علاش كنقول لكم هذا كتاب التلميذ علاش كنقول لكم تراجعوا من كتاب التلميذ غادي نوريكم كيفاش غادي تخرجوا الاهداف التعليميه لكل درس سواء لا كونجيغيزون سواء هنايا في هذا الامتحان عطاكم لا كونجيغيزون يقدر يعطيكم شي مكون اخر مثلا عطاكم الدرس ديال لو ليكسيك ديما الهدف التعلمي كيكون هنايا اوبجيكتيف غتبقاو هذا هدف تعلمي سافوار اوتيليزي ان ليكسيك غولاتيف او مود او موند دو ليكول هذا درس تعلمي هذا الدرس الهدف التعلمي ديالو هو هذا سافوار اوتيليزي ان ليكسيك غولاتيف او موند دو ليكول بالنسبه لليكسيك بالنسبه ها هما لي زوبجيكتيف لي زوبجيكتيف ديال لا كومونيكاسيون اي لي ساك اي اك دو لانغاج هادو هما بريزونتي سي بريزونتي بارلي دو سوا اكسبريمي سي سونتيمون دوموندي اي دوني دي انفورماسيون براتيك بالنسبه اذا هادشي من هنا غادي تعلموا تقادوا الاهداف التعلميه لانكم ملي غترجعوا في كتاب التلميذ ردوا البال لهذا الاوبجيكتيف غتلقاوهم سواء في كتاب التلميذ ديال الرابع ابتدائي ولا شوفوا معايا مزيان بالنسبه لا كونجيغيزون اش غنديروا حنا سافوار كونجيغي اتر اي افوار اي لي فيرب دو بروميير اي دو دوزيام جروب اي دو تروزيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف هذا درس التعلم بالنسبه لا كونجيغيزون اذا حتى حنايا غنرجعوا هنايا اطلبوا منا في هذا السؤال ديفينيسي لوبجيكتيف دابرونتيساج فيزي اذا غنديروا سافوار كونجوغي لي فيرب يوزيال دو تروزيام جروب او بريزون دو لامبيراتيف نفس الشيء اذا كنديروا سافوار كونجوغي لي فيرب دو تروزيام جروب لي فيرب يوزيال دو تروزيام جروب او بريزون من العنوان ديال الدرس كان نخرجوا لوبجيكتيف دابرونتيساج الهدف التعليمي اذا سهل هذه النقطه هذه اذا من هنايا ردوا البال وانتم كتراجعوا وكتستعدوا للامتحان ردوا البال لي زوبجيكتيف باش يترسخوا في الاذهان ديالكم وتستطعوا وراه هذا لوبجيكتيف راه من العنوان كنستخرجوه سافوار ايدونتيفي هادو هما الافعال اللي كيتستعملوا غادي تلقاوهم في كتاب التلميذ نمروا للسؤال الثاني مونسيوني لا دوري et le nombre des séances. Et dans la galilina mentionné la durée. Et dans le sens de dou, modette de la ders ou à date de hissas dialo. Et dans le sens de hissas, sahlin, le sens de hissas, bima en a radin de reçoif, le sbour tel ou rabe, et n'a radin de hissaf le sbour tel ou hissa le sbour rabe. Et dans donc les séances, le nombre de séances 2.
غادير هنايا دو سيونس دو سيونس بالنسبه لا دوري بالنسبه لا لانغ لا لانغ كاع الدروس ديال لا لانغ كتكون فيهم 30 دقيقه ولكن باش تجيبوا داك الشيء بالتدقيق خصكم ترجعوا لو غيد لو غيد يعني دليل الاستاذ يعني الاستاذ غادي في غادي تلقاو هذا لو غيد هذا موجودين في الانترنت غادي غادي ديروا غيد لو غيد دو ميز ابرونتيساج دو 4ème اني دو لا 4ème اني ولا ديال الخامس ولا ديال الرابع ديروا غير غيد ديال شارجيوه من هنا غتشوفوا المده ديال كل مكون شحال كيكون في كل مكون بحال لا كونجيكاسيون شحال كيكون فيها لوكتوغراف شحال كيكون فيها وتحفظوهم يعني هنايا غادي نوريكم ديال هنا بالنسبه للرابع هذا الغيد هذا هو دليل الاستاذ من هنا كناخذوا المده اذا غادي نوريكم هنايا كيفاش غادي تحددوا تحفظوا المدات تحفظوهم وتسدوهم عفوا شوفوا هنا هو لامبلوا دو طون اوبدومونتير اذا من هنايا لو بروميير جور اذا شفتوا بالنسبه لليكتور كتكون فيها 30 دقيقه بالنسبه لاكتيفيتي اورال 30 دقيقه شفتوا بالنسبه اسحنا كيهمنا دابا هنايا شحال كيكون في لا كونجيكيزون شفتوا اذا لا كونجيكيزون كيكون فيها 30 دقيقه كل حصه 30 دقيقه انت عندك زوج حصص اذا غادي دير حصه ديال 30 دقيقه في الاسبوع الثالث وحصه ديال 30 دقيقه في الاسبوع الرابع اذا من هنا كنجيبوا من دليل التلميذ اذا غادي تيليشارجي وغادي تحملوا في الانترنت في جوجل دليل الاستاذ ديال السادس ديال الخامس ديال الرابع حتى الثالث والرابع والثاني وغتبقاو تراجعوا هاد الجداول هادو باش تعرفوا التوزيع ديال المكونات اسبوعيا والدومادير والمده ديال كل مكون شحال كيكون في كل مكون نرجعوا للاسئله ديالنا السؤال ثلاثه دائما في اطار الجداده اذا هنا حددنا الحصص وحددنا مده كل حصه غادي نديروا 30 دقيقه في كل حصه ودو سيونس جوج حصص مفهوم نقراو السؤال رقم 3 شاسون كو لاكتيفيتي ان كيستيون سو ديرول ان 4 ايتاب ميثودولوجيك كوهيرونت اي كومبليمونتير انديكي سي ايتاب اي بروبوزي ان فونكسيون دو لورز اوبجيكتيف كيس كون فوا بروبوزي ان كيستيونمون بور لي ايتاب 1 اي 2 4 questions au moins pour chacune de ces deux étapes. Oui, un exercice pour chacune des étapes 3 et 3. 3 et 4. Et d'un bon sabal juste là, ça sent que l'activité en question, et d'un juste là, on a dit le bon moment, on a dit juste là. Ou le juste là, qui est fait 4 étapes, 4 étapes. Alors, on va vous dire, le sabal français, c'est le juste là. اذا كنت سابقا قلت لكم وجدوا مذكره وستيلو اذا اي جداده خاصها تكون يكون فيها اربعه المراحل المرحله الاولى اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت يعني ملاحظه واكتشاف هنايا خصنا نديروا الاسئله ديالها وطريقه العمل كومبريونسيون اي كونسيبتواليزاسيون اذا الفهم وبناء المفهوم هنايا اكتيفيتي دو لانسينيون دو لانسينيومون يعني نشاط الاستاذ ونشاط التلميذ وطريقه العمل ابليكاسيون اي ترانسفير هنايا تطبيق واستنتاج القاعده هنايا هنا والمرحله الرابعه ايفالياسيون تقويم ودعم هذه كتجمع بوحدها تقويم ودعم اذا فهذه هي اش قالوا لنا حنا في السؤال قالوا لنا بالنسبه للمرحله الاولى والثانيه غادي نديروا كل مرحله غادي نديروا فيها اربعه الاسئله اذا اربعه الاسئله هنايا واربعه الاسئله هنا وبالنسبه للمرحله الثالثه والرابعه نديروا تمرين هنا وتمرين هنا نعاود لكم السؤال باش تعرفوه اش قالوا لنا هنايا ان كيستيونمون بور لي ايتاب 1 اي 2 4 كيستيون بور شاكون دي سي دي دو ايتاب اي ان اكزيرسيس بور شاكون دي ايتاب 3 اي 4 اذا حنايا غادي نطرحوا هذه الاسئله هذه اذا اربعه هما طلبوا منا بان في المرحله الاولى نطرحوا اربعه الاسئله اذا المرحله الاولى اللي سميتها اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت غادي نكتبوا اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت غادي نطرحوا اربعه الاسئله هنايا هنا راه عندكم المساحه السؤال الاول
qui parle dans la première dans la première réplique du dialogue, ce un tani, que dit la maman à ses enfants, ce un tel, quel est le verbe utilisé par la maman et quel est son infinitif, ce al rab', que dit le papa à ses deux enfants, et enfin quel est le verbe utilisé par le papa et quel est son infinitif. إذن مود أفعال المرحلة الأولى غادي نتهناو غادي نساليو معها وغنجيو نسطرو نكتبو هنايا المرحلة الثانية اللي هضرنا عليها بأن المرحلة الثانية راه كتبتوها المرحلة الثانية كيسمى كومبريونسيون إي كونسبتواليزاسيون غادي تكتبو كومبريونسيون إي كونسبتواليزاسيون غادي تكتبوها هنايا بس تعرفوا بس يعرف المصحح بأنكم فاهمين المراحل وغادي نطرحوا الأسئلة ديالها بالنسبة مثلا حنايا نبنيو المفهوم une conceptualisation, bien vu le mfoum ou les verbes du troisième groupe au présent de l'impératif. Et dans le centre, à quel groupe appartiennent les verbes dites par le papa, dites par le papa et la maman. Et dans, à quel aller appartient au verbe du troisième groupe et faire appartient aussi au verbe du troisième groupe. À quel groupe appartiennent les verbes des phrases dites par la maman et le papa? On dira point d'interrogation. La deuxième question, est-ce que ces verbes sont accompagnés de pronoms de conjugaison? Et donc, après les pronoms, élaborer une fiche pédagogique, le présent de l'impératif, ان الافعال ما كيكونوش مصاحب يعني accompagné par des pronoms. Les pronoms كنخدو بهم je, tu, il, nous, vous, il. Donc هنا ما كاينينش allez et faites, ما كاينينش les pronoms. غادي نطرحوا السؤال بس نعرفوا est-ce que ces verbes sont accompagnés de pronoms de la conjugaison. سؤال ثالث, à quelle personne sont conjugués, à quelle personne sont conjugués les verbes. Et donc, faites, on s'adresse à vous, faites, la deuxième personne du pluriel, on a allez-y, et donc, aussi, allez-y, la deuxième personne du pluriel. Et donc, on a trop. À quelle personne se conjuguent ces verbes-là. On doit le savoir. Sual akhor, à quel temps ces verbes sont-ils alors conjugués? On va trouver le sual, parce que je vois à le temps. Et donc, on va trouver la compréhension et conceptualisation de la halatalia. Sual akhor, il y a un exercice pour chacune des étapes 3 et 4. L'étape 3, غادي نرجعو غادي نكتبو سميتها قلتها لكم الطابق 3 غنسميوها ابليكاسيون اي ترانسفير. اذا هنايا غنطرحو بالنسبه لابليكاسيون اي ترانسفير غادي نكتبوها هنا ونطرحو. اذا غادي نديرو هنايا اكزيرسيس, دونك اكزيرسيس غادي نطلبو منهم مثلا كونجيغيو لو فيرب فير, اذا كونجيغي لي فيرب مثلا في التمرين كونجيغي لي فيرب اونتر بارونتيج او بريزون دو لامبيراتيف. اذا هنايا on dit à faire entre parenthèses de votre mieux pour sauver la planète. On dit au B, on dit le verbe aller, boire du café, then, boire du café, va boire du café, mettre aussi, met les déchets dans la poubelle. Et dans on dit ouais, tu me dis nanaï, j'ai oublié, clamed nanaïa, on dit le bon nom, on a tout homme. بين قوسين غادي نعطيهم دي فيرب دو تخوازيام جروب بس انهم اي نطلبوا منهم لا كونسين سي دو كونجيغي سي فيرب او بريزون دو لامبيراتيف مفهوم. غادي تبقى لنا المرحله الاخيره اللي هضرنا عليها اللي هي ايفاليواسيون اي سوتيان. غادي نرجعوا السطر نكتبوا ايفاليواسيون اي سوتيان ونعطيهم تمرين اخر بس اننا ايفاليو نشوفوا واش التلاميذ متمكنين ولا ما متمكنينش من الدرس. دونك قبل ما نعطيهم الجدول ونوضعوا فيهم افعال دو ترويزيام جروب
du troisième groupe, comme venir, comme savoir. Donc, Abdallah al-Af'al, il y a le troisième groupe, bien comprendre. Donc il y en a beaucoup. Monsieur le Sœur Allahor, formuler la règle du conjugation à faire réduire et retenir par exemple. Les verbes du troisième groupe se conjuguent, donc se conjuguent au présent de l'impératif à la, et donc à la dixième personne du singulier et à la première et à la deuxième personne du pluriel. Il ne s'accompagne pas avec les pronoms de la conjugaison, donc il ne s'accompagne pas avec. Et généralement, ils ont les mêmes terminaisons, sauf que la deuxième personne du singulier, le verbe aller, ne contient pas un S à la fin. Et donc, il y a une formule où on va déduire une règle à, pour les enfants, pour qu'ils retiennent cette règle-là. Et lors de l'évaluation, ce elle juge, lors d'une évaluation de cette activité de conjugaison, vous constatez que les élèves éprouvent des difficultés à conjuguer les verbes aller au présent de la catégorie. Montrez comment vous procédez pour remédier ces difficultés. Et dans l'année A, montrez comment vous procédez. Qui passera avec Dilo Bas, c'est Aljou. Et dans l'année A, le Mou'alaja, on a que ce robot, Al-Talamid, Mafhemch, aide le verbe aller au présent de l'indicatif. Dans comment? Et dans l'année A, nous sommes à l'Ouah, on est à l'Ouah, donc on va utiliser les ardoises. On va la première manière, on va demander aux élèves de conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. Et donc, comme ça, les élèves vont retenir la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. Et comme le verbe, la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif se ressemble avec le présent de l'impératif, sauf que le S disparaît à la deuxième personne du singulier. Et donc, c'est la seule différence, et que le verbe au présent de l'impératif ne s'accompagne pas avec, ça s'accompagne pas de pronom de la conjugaison. Et dans l'année A, il y a une petite comparaison entre le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif. On se fout la différence, je vais signifier la différence entre ces deux conjugaisons. C'est comme ça qu'on procédera pour remédier les difficultés. La didactique, on doit le mettre en marahil. Et donc, il y a des questions qui sont en plus. Ça s'appelle que je vais vous en parler avec le limite. Et donc, comme vous le voyez, la didactique de la langue française est en train de se faire sur la fiche de la fiche pédagogique. دين كاع الاسئله تحطت على لافيش بيداغوجيك يعني الجداده يعني خصكم تضبطوا المراحل ديال لافيش بيداغوجيك من بدينا من لا طرح السؤال على لوبجيكتيف دابرونتيساج اذا نطلبوا منكم ديفينيسي يعني عرفوا الهدف التعلمي لا دوري اي لو نومبر دي سيونس هضرنا على لي زيتاب ميثودولوجيك ديال لافيش بيداغوجيك واش كيكون فيهم اذا لابد نضبطوهم كما قلت لكم هذا الجدول مهم تبطوا هذه المرحلة هذه observation et découverte والأسئلة اللي كيتحطوا فيها comprehension et conceptualisation الأسئلة اللي كيتحطوا فيها application et transfert الأسئلة اللي كيتحطوا فيها evaluation et soutien الأسئلة اللي كيتحطوا فيها لابد أننا نضبطوا وباش تراجعوا كنصحكم ترجعوا للدليل لأن الدليل فيه دي فيش بيداغوجيك نموذجية إذا كتشوفوا معايا هنا بالنسبة هضروا على
le présent de l'impératif du verbe du troisième groupe, kainin f dalil, ya dal rab'a dial francia, ou dalail ra kainin f l'internet, rajou lihom, yikfi annakum tdbtou ghir wahed, namoudaj wahed dial la conjugaison, yani juda da wahed dial la conjugaison, ou trajou lma, ou tdbtou l'asila li kitahtou f marahil, c'est tout. Observation et découverte, il y a hadi. C'est tel asila li fiha. Li fi verbe, il dit à quel groupe ils appartiennent. Quelles sont leurs terminaisons? Hakda, les verbes. Adiya adouma, n'est-ce pas? Ou quand le hatta quand le hatta asila al sanad, tilmid ou la tilmida de fem sanad. Yani dak nus li tahat, li tahat. Yani on se voit fem sanad hada wa. Le معنى ديال هاد السند qui parle, à qui s'adresse-t-elle? Mais ay sanad ghi yhatou lekom khaskom tfehm. Tahou alay asila. Que dit la maman, que dit la papa, et c'est là que tu as observation et découverte. Et donc, il y a un travail collectif, modalité, il y a une tariqa de l'amal jama'i. Il y a un enchitat de l'ustad, il y a un enchitat de tilmid. Il y a un ajouiba de tilmid de motoqa. Quand nous avons l'étape, il y a compréhension et conceptualisation, il y a un enchitat de tilmid. بالنسبة للكومبريانسيون هنايا شوفوا معايا مزيان في رياليزي دي زاكتيفيتي دو لا روبريك يعني ان انت غتحط فيت اتونسيون ا فوتر ا فوتر كومبورتمون اون فوري هنا راه هذا اكزيرسيس سوني لي فيرب دون شاك فراز سي فيرب سونتيل اونتيل اونتيل ان سوجي كونجيغ لي فيرب اذا هذا تمارين كيكونوا في الكتاب وكيكونوا اسئله دوما دوما الاسئله اللي كيكونوا في هاد لا فاز يعني اسئله على على لو سوجي على على العنوان لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب او ثروزيام غو اذا خصنا نطرحوا هذه الاسئله هذه اذا كونجوغ او ثرو بيرسون دو لامبيراتيف بريزون لي فيرب سويفون اذا خصنا نطرحوا الاسئله حنايا نطرحوا سؤال على حنا عندنا السند ديالنا ما عندنا السند ديالنا اللي هو النص ما عندناش حنا كتاب لان في الامتحان عندنا هذا السند هذا هذا السند هو اللي عندنا Il y en a un conceptualisation. Détermine le verbe utilisé par le papa. Donc, il y a un jeu de date. Il y en a une application et transfert qui m'a dit. Et l'évaluation et soutien qui est un peu plus Il y a un peu plus de temps. إذن فهذه أدوما النصائح اللي نقدر نقدمهم لكم بالنسبة للاستعداد للامتحان لمباراة التعليم ديداكتيك يعني غادي نراجع جودة ديال لا كونجيكسيون نشوف نضبط المراحل ديالها ونشوف لوبجيكتيف نشوف اس كيكون في سيبور ونشوف الشكل ديالها كي كيتحط الى حتى الشكل كيعاون انك تعقل على الشكل كيفاش كتحط ونشوف كاين ديال لا كوبي كاين يعني الدليل راه فيه كاع الجدادات نراجع نموذج 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 باش نهار الامتحان يسهل عليا تسهل عليا الاجابه اذا كما رايتم قمنا بالاطلال على امتحان مباراه التعليم للسنه الفارطه وشفنا كيفاش الاسئله كيتحطوا وريتكم كيفاش غادي تراجعوا يعني وريتكم كيفاش غادي تراجعوا بالنسبه وكيفاش غادي تستعدوا باش تجاوبوا على هذه الاسئله ويكون فعلكم بان نفس الاسئله غيتحطوا يقدر غير تغير السند يقدر غير تحط السؤال بطريقه مغايره ولكن لا بد غادي يحط لكم على لافيش بيداغوجيك لان هي اساسيه بالنسبه للتعليم اساسيه يختبركم في لافيش بيداغوجيك اذا اللي كنصحكم اعيد واكرر حاولوا ان تراجعوا من كتب التلميذ اذا كتاب التلميذ مهم غتشوفوا غادي تبحثوا على بالنسبه للالونغ فرونسيز غادي تبحثوا على كتاب التلميذ بالنسبه للمستوى السادس والمستوى الخامس والمستوى الرابع ثلاثة كتب وغتبداو تراجعو منهم وتردو البال تشوفو التمارين وتشوفو المراحل وتضبطو المراحل ديال الجلدة كيما وريتها لكم بالنسبة لأوبسيرفاسيون إي كونسيبتيليزاسيون إي أبليكاسيون ترونسفير إي إيفاليسيون إيسوتيان هاد المراحل ضبطوهم وغادي ترجعو للدلائل باش تشوفو الدلائل كيكونو فيهم جلدات الإستئناس نتوما مبتدئين غادي تستأنسو رايت ما أنكم دخلوا الميدان انا داك غادي تصايبوا جزئيات خاصه بكم
اذا خاصكم انتما تشوفوا الضبط غير الشكل ديال الجزئيات وتفهموا لي المراحل باش المصحح يعرف بانكم فاهمين وعندكم مفاهيم اوليه على التخطيط. اذا فالتخطيط كما قلنا بان التخطيط بالنسبه للجزئيات فيعتبر تخطيط على المدى القريب هو المذكره والمذكره اليوميه والمجدده فيعتبر من التخطيط على المدى القريب. باقي امور اخرى غادي ندير معكم فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو غادي نعرفوا فيه بعض المصطلحات بالنسبه اللي كنشتغلوا عليها في التعليم بعض المصطلحات كنشتغلوا عليها في التعليم. هناك مجموعه من الاشياء غادي يقدروا يتحطوا لا بالنسبه للتقويم لا بالنسبه للدعم واشياء اخرى غادي نحاول نعطيكم تعريف وتطلعوا عليها وتفهموها يعني نفهموها ونبسطوها يعني بالدارجه لانه باش تقراها من كتب خاصك تقرا كتب كثيره باش تفهمها. حنا غادي نبسطوا ونعطيكم يعني اشياء مركزه عنها وافكار باش انكم تمشيو لا تطرح السؤال ما تلفوش. وما تنساوش انكم تدعمونا بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو تبارطاجيو الصرائط وتدعموا القناه بالاشتراك في القناه حتى يصلكم كل جديد. وتذكروا دائما بان قناه مقدمه للروح المعرفه دائما غادي تبقى تجيب لكم الجديد وغادي نواكبكم طيله استعدادكم لمباراه التعليم. وكنتمنى التوفيق للجميع والى اللقاء.